بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. النهارده الاثنين، والنهارده يوم الاثنين بيبقى يوم العزومه البيتي. النهارده بيشرفنا وينورنا مدام دعاء، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، منوره. ربنا يخليك. الله يخليك. مدام دعاء هتعمل لنا حاجات ان شاء الله يا رب تعجبكم، حاجات فيها بساطه، وعلى قد ما فيها بساطه هي اكيد هيبقى طعمها حلو قوي، لكن عامله حاجات شكلها حلو، يعني فيها فكر جديد، وانتوا عارفين ان احنا دايما بنعتمد على الفكر الجديد. انا هسيبك بقى تنطلقي. وانا زي ما قلت لك في البدايه، انا الاسيستنت بتاعك، يعني انا المساعد بتاعك، انت بس قولي لي هات كذا. انت الاساس يا شيف. ربنا يخليكي، اشكرك. ربنا يخليكي من ذوقك. هي عامله لنا شربات او سوري عصير. ويلكم درينك. حلوه. ويلكم درينك. ويلكم درينك. حلو قوي. ويلكم درينك يعني عصير الترحيب بالضيف لما يجيني عشان ارحب بحضرتك. يعني الله يخليك في بيتك طبعا. عايزك تقولي بقى المكونات وهنحط ايه، ولما نيجي نغرفه، لان انا بقول لها انت هتضربي مثلا الرمان مع العصير بتاع اللي احنا هنعمله، قالت لي لا ده انا هنحط معلقه ونحط شويه ونحط معلقه، يعني حاجه كده فكره جديده. هنعمل حركات. اتفضلي. احنا هنعمل النهارده عصير جوافه وكاكا، وبس هنحط عليهم عسل، لان طبعا العصير ده اقرب للاطفال شويه عشان الشتاء، والجوافه فيها فيتامين سي. عايزين كل الحاجات اللي فيها فوائد للاطفال وللكبار برضو طبعا، عشان نزلات البرد والحاجات دي. جميل. كلها جميل. فهنعمله عندنا رمان، والرمان بقى نحطه يتاكل بالمعلقه كده مع يبقى العقل. رمان وجوافه وكاكا وليمون وعسل ابيض. وعسل ابيض طبعا. طيب انا بس عشان هعرف انا اشتغل مع الحاجات دي، عشان فسيبيني انا اتعامل يعني. طب هنحط الايه، الكاكا كلها؟ طيب ادي اول حاجه، وبعدها عصير الليمون، وبعدين العسل. قد ايه بقى؟ حسب يعني، على حسب كل واحد بقى. في ناس بتحب الحاجه مسكره قوي، وفي ناس بتحبها بسيطه. يعني ده يعتبر مشروب للاطفال اكثر يعني منه، مشروب عشان النزلات البرد وعشان الشتاء بقى وكده. والجوافه، الجوافه دي احنا طبعا مقشرينها واخدين اللحم بس. وشايلين البذر. جميل. عشان ما فيش وقت بقى لسه نصفي بقى. اوكي. ميه برضو على على حسب ما الناس بتحب الكثافه. على حسب ما انت بتحب. ونشغل. بدايه لما حد يشوف كده اللون الاصفر بتاع الكاكا ده هيقول ان في جزر أو وممكن في كمان برتقال وجزر. برضو من الحاجات الحلوه قوي في الشتاء، يعني مفيده. يعني ده انت عارف حضرتك فكره ده ايه؟ الجوافه لوحدها فيها فيتامين سي رهيب اكتر من البرتقال، فحلو قوي في الشتاء ده، وخصوصا زي ما قلت للاطفال هيبقى روعه. واحنا استبدلنا السكر بالعسل عشان العسل الابيض مفيد اكتر، يعني الناس يا ريت تستخدم نزود العسل. ميه ولا كده كويس؟ يعني لا كويس تمام. ممكن نزود شويه ميه صغيرين عشان ما يبقاش سموزي. طيب تمام. انت قلت لي انا هغرب بطريقه مختلفه، عشان كده انا برضو سايب لك الموضوع، اجيب لك بس الكاسات او الكوبايات اللي هنغرب فيها. وانت بقى تغرفي بطريقتك. معلقه اتفضلي. طبعا هنحط الاول كده معلقتين رمان مثلا في كل حاجه. عايز اقول لكم الرمان ده لوحده موضوع تاني خالص، يعني احنا كل الفوائد الجوافه قلنا عليها والعسل والكاكا، لكن الرمان ده موضوع مختلف. عينيا يعني، ادي اول كوبايه اتطلبت اهي. اتحجز يعني. بسم الله حبيبي، ربنا يخليك. شايفين بقى قوامه السمك ده؟ وبرده نحط تاني هنا. حتى برده هنحط على الوش كده عشان يبقى شكل يبقى احنا حطينا الرمان زي ما هو كده حبوب جوه العصير بتاعنا، عشان خاطر يتاكل بالمعلقه كده او يبقى زي ما هو. يعني شويه كده من فوق عشان المنظر يبقى جميل، عشان الفايده تبقى اكتر يعني. الله ينور. تاني هقول لكم قوام العصير ده، لانه فعلا عجبني جدا. هو عباره عن كاكا وجوافه وعسل وعصير ليمون ورمان
حبوب، يعني حبوب الرمان زي ما هي كده سليمة، حطوها زي ما تحب. بصراحة شكله حلو قوي صح؟ يعني انتوا عارفين طبعا في العزومة البيتي بتبقى الابتكارات، بتبقى الأفكار جديدة مختلفة، أشكالها أكيد بتعجبكم يعني. عشان كده احنا متعمدين إن احنا في كل أسبوع بنستضيف ضيفة معانا بفكر جديد. كل أسبوع نستضيف واحدة تطلع لنا أفكارها الجديدة. بس أنا هشيل كل الحاجات دي. طب ومش ما احنا عشان الشتاء يعني نشرب عصير بقى، نشربه. السيد الزميل أنا هسميك دكتور بعد كده، ياسر. ياسر المحترم طبعا بيقول لي إن المشروب ده فيه 90% فيتامين سي، وهو كلامه صح، لأن احنا قلنا الجوافة وقلنا عصير الليمون والرمان فيه فوائد رهيبة، والعسل طبعا ده فيه شفاء للناس. فمشروب حلو قوي قوي قوي، أنا بشكرك عليه. ربنا يخليك. الله يخليك. هنعمل ايه بقى دلوقتي بقى؟ هنعمل بقى السلطة. النهارده هنعمل سلطة التونة بالحمص. بالحمص. والحمص طبعا عارفين فوائده ايه؟ انا جايبه لكم كل الفوائد بقى النهارده يعني. جميل. اللي انا اعرفه بقى او اللي انا سمعته منك قبل الهوا ان انت خريجه حاجه بعيده عن المطبخ خالص. انا ليسانس اداب. طب ايه اللي حبيبك في المطبخ يعني؟ يعني هي انا ماما شاطره قوي. فيعني هي دايما تعلمنا يعني، فدايما الام الشاطره دايما ولادها يطلعوا شاطرين قوي. هو أكيد في المطبخ. المطبخ بغض النظر عن اي حاجه هو عشق يعني. اذا ما كانش حد بيحب المطبخ عمره ما هيدي فيه. لازم بالزبط. يكون داخل عن قناعه. بالزبط. يعني داخل قبل ما يخش كده بيبقى جواه قناعه. حابب الموضوع. حابب. بيطلع عشان كده بينفذ حاجات. اجيب لك بوله الاول. يا ريت عشان أوكي. نعمل ال هنقول مقادير التونه. ده سهل قوي يعني، انا مش شايف حاجات كتير فيها يعني. لا ما فيهاش حاجات كتير. حمص مسلوق. حمص. أيوة. وتونه. أيوة. وبقدونس. أيوة. ومايونيز. وبصل وعصير ليمون. تاني حمص. أيوة. مسلوق. اتنين علبة تونه. أيوة. بقدونس مايونيز بصل وعصير ليمون. انا شايف ان ما فيش اسهل من كده. يعني احنا هنروح خلطين بقى كل الحاجات دي على بعضها. وانا بالمناسبه لان لسه اخواننا صايمين المسيحيين فانا عايز اقول لهم لو شلنا المايونيز يبقى صيامي، او عملنا نباتي هيبقى صيام. بالظبط. واكله غنيه جدا، لان انا اعتقد ان الحمص لوحده ده حكايه. الحمص المسلوق ده لوحده موضوع كبير قوي. عايزين يستغنوا عن سلطه التونه يعملوها حمص الشام يعني. مش حاجه تدفي في الجو ده برضه. احنا نفضي كله؟ هنفضي كله. بس طيب بدل كده على طول مباشره. نحط التونه الاول عشان نحط فيها الحاجات دي. ما خليكيش قطعه كده على الوش. ماشي اوكي. طيب وانت بتفضي الحاجات كده انا هستاذنك، هناخد تليفون معانا. استاذه سلمى اهلا بيكي. الو. لا انت شغاله. انا اوكي ماشي، انا فاضي انا بقى. ماشي. يا استاذه سلمى. يا الو. ايوه ايوه يا سلمى، ازيك؟ كويسه. عامله ايه؟ جميله الحمد لله. انت عندك كام سنه يا سلمى؟ كويسه. عندك كام سنه؟ عندي ستة. يا حبيبتي طب عايزه مني ايه؟ قولي لي انت نفسك في ايه وانا اعمله لك. سلمى بانكيك. البانكيك حاضر. حاجه تانيه؟ ايه تاني يا حبيبتي؟ ايه غير البانكيك؟ انا عايزه ادي منظر. البانكيك حاضر. هقول لك على البانكيك يا سلمى. حاضر من عينيا. وبشكرك على اتصالك الجميل يا سلمى. جميلة سلمى. صوتها رائع طبعا. احنا حطينا كله على بعضه. حطينا التونه على البصل على الحمص على عصير الليمون والمايونيز. يعني برضو كل الحاجات دي على حسب ما الناس بتحب. عايزه ايه بس؟ عايزه منديل. منديل حاضر. اهو. لا يا فندم انت تقمر. رشه ملح. منديل. ده فلفل اسود صح؟ الفلفل الاسود. طيب التونه دي بقى نحطها ده بعد ما نقلب كله اللي نحطها على الوش كده الطبق. تمام. هناخد معانا اتصال تاني. معانا مدام امل. اهلا بحضرتك. اهلا. ازيك يا شيف يسري؟ اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. كل سنه وحضرتك طيب، واحنا متشكرين قوي على كل اللي بتعمله معانا يعني. ربنا يخليك، ده من ذوق حضرتك. ربنا يخليك يا رب. يا اولا يا شيف يسري عايزه منك كيكه الجيلي، بيقولوا عليها خطيره، اللي انت كنت عاملها امبارح. اللي هي يا فندم؟ الكيك الجيلي.
كيكة الجيلي حاضر حاضر. دي نمرة واحد. نمرة اثنين بعد اذنك والنبي الاعادة، انت وعدتنا ان اول السنة هيبقى فيه اعادة ان شاء الله. حاضر والله، يعني انا بحاول. الموظفات كمان انا بشوفش حلقة حضرتك خالص، انا كنت بشوفها في الاعادة. وانا زعلان ان انت ما بتشوفيهاش خالص يعني، بس ان شاء الله. ما حاضر. لا 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 اوعدك. على كيكة الجيلي عايزة حاجة تقولها. يعني اتمنى اتمنى ان يكون برضو زمايلنا في الـ في الـ في الـ في التلفزيون الحياه سامعنا، عشان خاطر موضوع الاعاده ده بنتكلم عليه كتير قوي. بس احنا عندنا ضغوط كتير في برامج والله. انا طبعا هم واعديني ان شاء الله ان هيبقى قريبا في اعاده، يعني خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله، وانا بوعدكم بناء على وعدهم ان شاء الله. بشكرك مدام امل على اتصالك، وانا عايز بس اقول لك على كيكه الجيلي اللي احنا عملناها امبارح، لان مدام دعاء بتقول لي انا كنت نفسي تسيب لي منها حته. انا بصراحه كنت جايه يعني عيني على حته منها، يعني راحت فين؟ لا الحمد لله الحمد لله. طب الهنا والشفا للاكل. ده شكل طبق السلطه، احنا ممكن نحط له بس اي حاجه كده لون احمر يكسر، وحلو جدا وخفيف جدا. لكن ممكن نحط بقى عصير الليمون لو حابه. انا حطيت عصير الليمون. طيب. بس هو برده عشان في ناس ما بتحبش الليمون زياده، فما ما يزودوش قوي يعني. اوكي انا هجاوب سريعا على كيكه الجيل اللي احنا عملناها. هي كانت لو عندك المقادير بتاعه امبارح يا حوده الله يكرمك، الكيكه لوحدها كانت عباره عن اربع بيضات محطوط عليه نص كوبايه سكر فاكهه اللي هو السكر الفركتوز موجود في السوبر ماركت، وخفقناهم لغايه ما عملوا الفوليوم العالي، ونزلت عليهم بشويه فانيليا. وبعد كده كان عندي الباودر 3 معالق دقيق، نص كوبايه شوفان، نص كوبايه لوز مفروم ناعم ني، ومعلقتين كاكاو، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. قلبنا كل ده على بعضه ونزلته شويه بشويه لغايه ما طلعت معايا الكيكه زي ما هي اهي. هوريها لكم والله ما شلتها من الصينيه بتاعتها لسه لغايه دلوقتي اهي. دي اللي احنا عملناها امبارح. هي المشكله يا شيف حضرتك عملت شايفين؟ الجيلي بطريقه ما انا هقول لكم. هي الابتكار كله بقى في موضوع الجيلي. هوريكم شكلها كويس ان انا هنا عشان نوريكم شكل. ادي شكل الكيكه، شايفين بقى قطع اللوز وشايفين هشه ازاي. هو ده كل حاجه بنعملها، بنوريها لكم على الطبيعه. احنا دخلناها على درجه حراره 180 لغايه ما استوت معايا بالشكل ده. خليها هنا حتى في طبق. بعد كده كان الجيلي في الموضوع بقى هو الاهم. انا بجيب باكيون جيلي احمر بتاع الفراوله، بدوبه مع اربع كوبايات ميه، ويكون عندي شويه فراوله متقطعين. وبعدين جبت فورمه مقفوله حرصيت فيها فراوله، وخدت بالكبشه كده شويه. هي الفورمه دي بتتباع جاهزه كده؟ كل الحاجات يعني. دي فكريني بعد الهوا اقول لك تجيبها منين. حطينا كبشه من الجيلي على الفراوله، ما كترناش عشان تمسك علشان تتماسك، ودخلتها الثلاجه اتمسكت، وبعد كده طلعتها تاني زودت. هو ده الابتكار. حوالي نص ثانيه نص سنتي، ورجعت تاني دخلتها اتجمدت، ورجعت تاني طلعتها لغايه ما عملت معايا حوالي 3 سنتي من الجيلي متجمدين. وقمت مركب دي على دي بس، وجملتها بقى بالكريم شانتيه باودر. هناخد اتصال وبعد كده هناخد الفاصل. حاضر يا استاذ يوسف. الو. أنا شيف. اهلا بيك يا يوسف، ازيك؟ ازيك انت احسن شيف في مصر. اللي ايه؟ انا علي ستك سوا الله يخليك. احسن شيف في مصر حبيبي، ربنا يخليك. أيوة ليا. ايوه يوسف اتفضل يا جو. انا كنت عاوز استفسر حضرتك عن وصفه التورته بالفانيليا. تورته بايه؟ فانيليا. فانيليا حاضر من عينيا. هو شايف الكيك اللي احنا عاملينه ده اللي وريناه لكم دلوقتي، ممكن نعمل نفس المقادير بس نشيل اللوز ونشيل الكاكاو ونزود في الدقيق. بدل ما احنا حاطين 3 معالق دقيق هنزود نخليها 3 اربع كوبايه دقيق، وبرده ننخلهم بنفس الطريقه ونقطعها 3 قطع. دي نقطعها 3 قطع ونسقيها بالشربات الخفيف، ونحشيها بقى بالفواكه، نحشيها بالكريمه، نحشيها زي ما احنا عايزين، ونغطيها زي ما احنا عايزين. احنا كنا عاملين واحده قريب قوي كانت بالفراوله، كانت بمناسبه تقريبا راس السنه. ان شاء الله نعمل لكم تاني. انا طبعا عايز اقول لك ان السلطه هايله. اما نرجع من الفاصل ان شاء الله هتعمل معانا مدام دعاء ضيفتنا الجميله الستيك بصوص الريكفورد، صوص البلو تشيز، حاجه مميزه جدا. خليكم معانا، ما حدش يشوف اي مكان، عشان تشوفوا الممتع والجديد على تلفزيون الحياه. بعد العصير
والتونة والكيك. خليكم معانا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض ومع مدام دعاء سلطه بالتونه والقمح حلو قوي، وبعدين سلطه العصير كان بالجوافه والكاكا، وفي ناس كتير قوي ما بتحبش الكاكا مش بس طعمها في العصير هيبقى طعمها في العصير ما حدش ياخد باله كده. وكمان الرمان وعصير الليمون والعسل، المشروب حلو قوي والسلطه حلوه جدا. هنتكلم دلوقتي وهنقول على الفيليه، ولكن بعد ما ناخد معانا اتصال. مين معانا يا استاذه ايه؟ الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيف؟ الحمد لله انا بخير طول ما انتم بخير. انا ايه يوسف صاحبه مدام دعاء. حبيبتي ازيك؟ ازيك يا دودي، عامله ايه؟ ايه النور ده؟ ايه الاخبار؟ ايه رايك بقى في الحاجات اللي انا عملتها؟ منورين انت والشيف، ويعني مش قادره اقول لك، شكلكوا جميل واكلكوا جميل. حبيبتي ربنا يخليك يا ايه، فظيعه ما شاء الله. ربنا يخليكي حبيبه قلبي، ميرسي. ايه رايك في مدام دعاء يا شيف؟ بتطبخ كويس؟ لا انتوا اللي تقولوا رايكم، انا خلاص رايي عرفته بمجرد ما جت هنا. انا قلت رايي وهعمل عمليه جراحيه في اللحمه دلوقتي. يا استاذه ايه، انا بمجرد ما مدام دعاء جت عندي كده يبقى انا قلت رايي. ربنا يخليكي. هي حد من الناس الكويس قوي والبروفيشنال قوي. ربنا يخليكي. الله يخليكي. اكلها جميل طول عمرها ومنورين، وانا اكلمكم واقول لكم ان انتوا زي القمر كلكم على الشاشه. حبيبه قلبي ربنا يخليكي يا ايه، ميرسي يا حبيبتي. شكرا. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا رب. ربنا يخليكي، انا بشكرك على اتصالك الجميل. وان شاء الله بقى هي الطبق الرئيسي النهارده طبق فيليه. اللي عاجبني فيه مش انه فيليه، طبعا احنا بنعمل فيليهات كتير، لكن بساطته، مقاديره بسيطه جدا، عشان كده اي حد يقدر يعمله معانا، وهنقدمه مع خضار سوتيه. فهنقول اتفضلي. احنا هنعمل النهارده فيليه واحده بس. بقى مقطعينه زي التورنيدو كده. ايوه. او الميدليون. بس انا هفسر بعدين انت ما تقولي. اوكي. اوكي. بس يعني هنعمل اللحمه، هنضغط عليها كده شويه. طبعا انا لابسه الجوانتي بتاع العمليات الجراحيه، فايه هي قالت حاجتين دلوقتي، هو الفيليه، هو التورنودو، هو الميدليون، هو الشاتو بريان، هو اسامي كتير قوي بتتقال على نفس قطعه الفيليه، برضو عشان خاطر لما تسمعوا ما حدش يتخض. لا، ما تسمعوا الكلمات ما تبقاش غريبه او مستغربه بالنسبه لكم. هقول تاني، الفيليه هو عرق موجود في الذبيحه، بيبقى منه الفيليه ومنه التورنودو ومنه الميداليون ومنه الشاتوبريان ومنه ايه تاني اللي هو الملفوف بالملفيه، اسمه هجيب لكم اسمه. يعني طيب يعني بس هو عباره عن كيلو مثلا من لحم الفيليه. عايزين نقول بقيه المقادير بقى. اوكي ماشي. كيلو لحم فيليه وكريمه لباق وجبنه ريكفورد، حوالي ربع كيلو من جبنه ريكفورد. وبقدونس. ايوه. وكريمه لباني كوبايه، كوبايه وشرايح بصل. طبعا في ناس مش بتحب البصل، يعني ممكن يستغنوا عنه، مفيش مشكله خالص. والبهارات بقى ملح وفلفل، ولو في بقى جوزة الطيب. جوزة الطيب والثوم هنعمله في اقول بطريقتي بس عشان هم ما يستوعبوا الموضوع. عندي كيلو من لحم الفيليه، يعني متقطع كده زي ما قلنا، قطع هي ضغطت عليها شويه. عندي 250 جرام من الجبنه ريكفور، وبرده كوبايه من الجبنه، كوبايه من الكريمه، وشرايح بصلايه، وفصين توم، معلقتين بقدونس، رشه بهارات، ورشه حبهان، ورشه جوزه الطيب، واكيد ملح وفلفل. وعايز بقى حضرتك تتفضلي علشان عايزه بس مكعبات زبده. انا هجيب لك زبده وهجيب لك زيت، وسيبيني انا بقى يعني اتعامل مع النار عشان اظبطها لك. هنحط هنا طاسه سخنه اهي، نحط زبده وزيت. انت قلت هتبل بكل الحاجات اللي عندي، اللي هي رشه جوزه الطيب. ايوه كده، وكمان رشه من الحبهان، ورشه من البهارات، وشويه ملح وفلفل من عندك. لا عادي عادي عادي. عارفين بقى في حاجه هي بتعملها دلوقتي عجباني قوي، ان هي بتحط الملح والفلفل بايديها مش بالمعلقه. بتبقى في درجه حساسيه في الايدين اكتر كتير قوي من ان انا بحط المعلقه، يعني في المعلقه ممكن ما تحكمش في الملح والفلفل عندي. انا ما يعني بحب كده اكتر يعني. جميل. هناخد بقى زيت وزبده اهو، ادي شويه زيت وحته زبده، وناخد بعد كده
وهي سخنه كده. سيبيني بقى عشان اتعامل عشان خاطر انا عارف درجه الحراره بالنسبه لك صعبه شويه. يا استاذ منصور. الو الو يا منصور ازيك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ شيخ عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك؟ الحمد لله. امرني امرني يا منصور. لا انا بسلم على حضرتك بس. يا حبيبي مالكش سؤال؟ يا رب يخليك يا منصور. انا طبعا سعيد بسماع صوتك. يعني في اطفال متابعه البرنامج؟ حلو قوي الحمد لله. على فكره انا دايما اقول كده، ممكن الكبار انا طبعا على راسي ان هم بيتفرجوا كده، والرجاله بالذات بتبسط بهم اكتر. والاطفال بتبسط اكتر واكتر. الطفل مش بيعرف يجامل لما بيحب حد بيقول على طول بيقول على طول. جميل. طبعا التسويه، في ناس بتحب الفيليه دايما يكون ميديوم. يعني يقول لك لا انا ما اكلوش ويل دان قوي، هو الفيليه دايما يتاكل ميديوم. وفي ناس بتحب ويل دان. طبعا هو التسويه على حسب ما هو. عموما اعتقد ان 90% من الشعب المصري بيحب الفيليه ويل دان. ليه ما اعرفش، بس يعني انا اعتقد بره مصر بس هو لا والله بيطلو ميديم. بره يعني مصر. انا وعلى عرام مثلا وياسر نتخانق على درجة السوى. يعني هما دلوقتي هيتخانقوا، هنعملوا ايه بقى دلوقتي؟ لا نعمل ميديم وهما بعد كده يزودوا التسوية. طبعا يا حودة انا عارف ان انت تابع الميديم. اهم حاجة الريحة يعني. طيب احنا هنا هي طبعا حطت تتبيلة مختلفة شوية، حطت جوزة الطيب وحطت حبهان وحطت شوية بهارات وملح وفلفل، فده في الفيليه مختلف، هيدينا طعم مختلف شويه. واللون خدناه تمام. هنجيب صينيه نطلع بقى نطلع عليها وندخله في الفرن يكمل تسويته. انت قلت لي انا عايزه نفس الطاسه، هتعملي فيها ايه بقى؟ هحط فيها بقى الصوص مكان التسويه دي كده. هنعمل الصوص. انا هرفع لك اللحمه وانت كملي بقى. اوكي. طبعا في ناس مش بتحب البصل، بس احنا هنحط بصل عشان يدي بس ايه ريحه لل مفيش معلقه ولا هي. ده هيبقى في الصوص البصل. عشان بس يدي. في ناس مش بتحب البصل ممكن ما تعملش، مش لازم تعمل البصل. نعم. والثوم؟ لا لا، الثوم ده بتاع الخضار السوتيه، مش هنحط ثوم. ممكن مع الخضار السوتيه. ممكن ثوم بس شويه برضه. اوكي دي. يبقى انت اهو في ملحوظه بقى، هي يعني يعني بس يا دوب بس تدي ممكن كريمه. انا اقول بقى تعقيبي كريمه اللباني. اتفضلي. البصل يبدل وبعد كده هتحط عليه الكريمه اللباني. طب انا هسالك بقى، انت قلتي لي انا عايزه اخد نفس الطاسه، ليه بقى؟ عشان تاخدي انا دايما علوم البهاريز الموجوده. ايوه هي دي. هي ده هي دي اللي بتدي الطعم بتاع ال حلو قوي الصوص. جميل. هجيب لك طاسه تانية عشان ممكن نعمل مع بعض كده دقيق شويه الخضار شويه دقيق مثلا. لا هو هيغلي. الكريمه اما بتغلي اكتر ممكن اشغل دي بس معلش. اوكي كده. اوكي هتجيب الجبنه ولا ايه الاخبار؟ اقطع لك. اوكي عشان تمسك القوام شويه. حط بقى نزود الجبنه. طبعا الجبنه الريكورد يعني مش ما نحطش ملح ولا اي حاجه في الصوص بقى. عشان الجبنه نفسها بتبقى فيها سؤال شوية. بس عشان انا في ناس كتير قوي متابعانا تمام فما بيحبوش الجبنه ريكفور. ممكن اي جبنه تانية. لا بس بس لا بس الجبنه ريكفور انت بالنسبه لك ايه؟ يعني الجبنه ريكفور ده انا بعشقها. انا بحبها على قد جدا ما هي كده بيقولوا يعني. عليها اقاويل كتير بس انا بعشقها، طعمها حلو قوي قوي. لا هي كمان في الصوص ده هم ممكن يحبوها في الصوص ده لو داخله في طعم مع حاجه تانية، يعني مش لازم ان هي تكون تتاكل لوحدها. جميل. طيب انا حطيت لك طاسه ثانيه وهنجيب حته زبده برضو عشان نعمل الخضار سوتيه. عايزين برضو كده الصوص اخباره ايه؟ بس الجبنه تسيح بس تسيح. شويه. طب ممكن نغير الاماكن بقى. اوكي نحط عشان نحير محمود معانا شويه. ماشي. دلوقتي هنعمل الخضار السوتيه، هنحط مكعب زبده وثوم. والثوم جميل. هيبقى خضار جارليك يعني خضار بالثوم. حلوه الفكره الجديده دي. حتى الخضار لو حد يديله طعم حلو قوي. انا بقول لك لو حد حب ياكل الخضار لوحده يتاكل من غير اللحمه نفسها، يعني الخضار مع الثوم بيبقى طعمه مشهي. بيبقى طعمه حلو فعلا. انا جاي اعمل حاجات جديده عشان بقى الناس ايه اكيد اكيد زهقانه. واحنا طبعا سعداء بالجديد اللي انت بتعمليه. ربنا يخليك. والله احط الحاجه. اوكي بس يعني لا شويه بس الثوم
والله انت اللي حبيبي يا حوده، ربنا يخليك. شم الريحه بقى الثوم. عامل ازاي؟ ممكن شويه ملح وفلفل وخلاص. ملح وفلفل كده وخلاص، الطبق جاهز. طب انا عايز اقول حاجه بس، الصوص شايفين السمكه؟ انا ممكن ارفعه ولا لسه شويه؟ لا خلاص، شفتوا السمكه بتاعت الصوص؟ كل اللي عملته مدام دعاء ان هي في نفس الطاسه بعد ما حطينا الزيت والزبده وشوحنا اللحمه، حطت عليها بصلايا شرايح، دبلت شويه قامت نازله بالكريمه ونازله بال، على فكره من غير بصل برده هيبقى طعمه جميل، بس جميل. انا بحب طعم البصل في الاكل جميل، وخصوصا لما يكون مستوي كده شويه زي ما احنا بنقول ايه الدينتي. هتقلبها لك، قلبها يا ريت. مش هعرف اعمل الحركه دي، هتلاقي كله في على الفتك. جميل، احنا عملنا الـ 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 الخضار جاهز والصوص جاهز واللحمه بتكمل سواها عشان تبقى ميديم ميديم ويل. هنستأذنكم ناخد فاصل، وبعد الفاصل هنغرف مع بعض اللحمه وهنعمل مع بعض جلاش بالكستر. جلاش بالكستر بعد الفاصل. على الوش. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل اللحمه استوت اهي، هي بقت ميديم ويل كمان. تمام، ممكن انا اغرف الصوص؟ اوكي حاضر. طبعا الصوص الريكفور بشكله اهو، هو اهم حاجه ان يكون لونه غامق شويه كده، ما يبقاش فاتح. انت كنت بتقولي لي عايزه تربطي بدقيق، قلت لك بلاش، شايفه الصوص عامل ازاي؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. طبعا بالهنا والشفا، شويه بقدونس كده بس عشان ايه جميل تزويق يعني. طيب يبقى احنا كده غرفنا مع بعض الفيليه بتاعنا او بصوص الكفور، وكمان السلط، وعندنا العصير، عندنا حلوه زي ما بنقول كده جلاش بالكاستر كده، يعني اي حد سهل يعمله، ولكن هنقول مقاديره. اتفضلي، وبعد كده هنعمله مع بعض. جلاش وكاستر. أيوة. لفه جلاش، لفه جلاش وزبده سايحه، وزبده سايحه وكاستر. ايوه ولبن، لبن نصف دسم. أوكي. في ناس بتحب كامل الدسم، بس هو نصف دسم. أوكي. كويس يعني. والشربات طبعا، الشربات احنا عاملينه برضه اهو، تقيل شربات، الشربات تقيل عشان الجلاش بيبقى هش قوي. أيوة. فالتقيل ده هيخليه ما يعجنش كده. ما شاء الله ما شاء الله عليك. هقول انا بقى بطريقتي، هي قالت بطريقتها، هي بتتعامل معاكم كانها في البيت عندها. انا قاعده في بيتي بصراحه. فهي كاستر، حوالي كوبايتين من الكاستر ونص كوبايه زبيب ولفه جلاش وزبده سايحه وشربات تقيل. القصه بقى ان احنا هنعمل مع بعض الكاستر. هي قالت لي انا عايز اعمله على الهواء، قلت لها بس لازم يبقى بارد، قالت لي نعمل البارد ونركبه وندخله في الفرن، وبعد كده نعمل مع بعض الكاستر لوحده. فانا طبعا ادي الفرشه وادي الجلاش، وانا اساعدك بقى. يا ريت. اتفضلي انت بس ايه، شوف انت اهو، ادي الزبده السايحه كم طبقة بتحطي بقى من الجلاش؟ يعني 4، وبعدين نعمل الكاستر في النص، ولو هنضيف زبيب مثلا، في ناس بتحب مكسرات، في ناس بتحبه سادة. على حسب الرغبة يعني. طب عشان ده أول واحدة كده لازم نزود لها. تمام. وبعدين هنحط 4 طبقات؟ 4 طبقات. طب أنا هساعدك بقى أسرع. يس. عشان احنا وقتنا بقى إيه؟ بقى الوقت أزف. بيجري. أوكي. حاضر. بين كل طبقة بتحطي جلاش. بتحطي زبده بين بين كل طبقه زبده. طب لو سمنه تنفع؟ قولي بسرعه. ما هي سمنه هي زبده يعني. لا الزبده حاجه والسمنه حاجه يعني. لا انا قصدي هيدي لها، هيدي نفس الموضوع يعني. الزبده بتبقى فيها نسبه لبن جواها، فدي بتبقى طعم مختلف. السمنه بتبقى طعمها مختلف برضو شويه، ما فيهاش نسبه اللبن الموجوده دي. هنحط كمان طبقه. اهو معلش انا بساعدها عشان خاطر انا عارف ان الوقت بدا يجري معانا. انا هعمل بقى بالراحه ويعني مش هنلحق نعمل اي حاجه. طيب وبعدين كمان طبقه. 4 كده بس؟ 4. تمام حلو قوي. وبعدين هتحط الحشو اللي هو كاستر. كاستر وهنعمله دلوقتي مع بعض على فكره الحشو اهو. يبقى هنحط لحظه كاستر حوالي كوبايتين. بنعملهم ازاي دول؟ هقول لكم دلوقتي، هي هتقول دلوقتي الطريقه اللي هي عملت بيها قبل الهواء عشان يبقى بارد كده بالشكل ده.
لونه طبيعي لونه اصفر. هو مسك مسك قوي عشان البرد ده. درجه الحراره اصلها هنا في الاستوديو شويه فيها تكييف ينفع يا ياسر؟ ينفع ياسر بيسال حضرتك بيقول لك ينفع نحط مهلبيه مكان الكاستر؟ اي حاجه يعني الحاجه اللي هو بيحبها. الحاجه اللي هو في ناس مش بتحب الكاستر. فانت ممكن مكان الكاستر ده تحط مهلبيه بس بدون سكر. ليه؟ لان انا عندي شربات تقيل. شربات تقيل قوي هيبقى صعب. في ناس بتحب حاجات مسكره قوي لو هم لدرجه ان يحطوا كميه كبيره اهو. هو عامه الكاستر بيتحط له سكر في لما بنيجي نعمله, بس في الحشو ده لا, مش بنحط له سكر خالص. احنا فرق اهو فردناه, هنحط عليه الزبيب شويه وبعدين ممكن. تحط 4 طبقات بعدين هنسقيه برضو بالسمنه بالزبده وندخله الفرن. لما نرجع بقى من الفاصل هي هتعمل الكاستر ويكون ان شاء الله الجلاش دخل معانا في السوى عشان تشوفوا شكله. يا ريت تكونوا مستمتعين معانا, معلش احنا استعجلنا في الفاصل ده عشان خاطر الوقت بدا يجري معانا. فهنحط 4 طبقات بكل طبقه والتانية برضو طبقه من الزبده السايحه. خليكم معانا عشان تشوفوا الممتع والجديد على تلفزيون الحياه ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد ما مدام دعاء حشت الجلاش 4 طبقات تحت و4 طبقات فوق وبينهم زبده سايحه, وحشينا الكاستر بدون سكر وكمان حطيناه في الفرن دلوقتي بيستوي. حطينا هنا 0.5 لتر لبن. بتقول نص دسم بدا يغلي. خدنا شويه من اللبن قلبناهم على 3 معالق كاستر. احنا عملنا الكاستر بره عشان الكاستر لو اتحط على اللبن على طول هيبقى هيكلكع يعني. اوبا يلا. لا ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش اهو. كده يا شيف بقى. لا مش اي حد طبعا. خلاص هنقلب بقى كده اللبن والكاستر. ايوه شايفين, وري لهم شكله. هو ده الكاستر خلاص يا حده. يعني حبيت توريه لكم ازاي بنعمله بمنتهى السهوله. بس ما نزودش ما نحطش سكر اهم حاجه. اوكي هروح ابص على الجلاش اخباره ايه. اهو بدا يلون معانا اهو. احنا حاطينه من ساعه ما خدنا الفاصل بالظبط. هيبقى كمان مفيش ثواني ونطلع الكسر. تقدري تقولي لي بقى, انا سبتك تعملي كل حاجه يعني. الشربات ده وصلتيه كده للسوم كده ازاي ومش مسكر مش مخرز يعني؟ دايما في الشتاء ده اهو بديها واحده كمان. حاضر. شايفين ده شربات تقيل بس ما خرس. انت عملتي ايه؟ حطيتي ايه بقى على ايه وكميات قد ايه عشان برضو نقول للساده المشاهدين؟ انا حطيت كيس سكر حوالي كيلو. وميه قد ايه؟ 0.5 لتر تقريبا. نص لتر يعني المقادير دي حضرتك تعرفها. انا بعمل كده بالبركه. بالصح. ايوه ما احنا لازم نقول المقادير. وبعدين سبتها تغلي وعليها الليمون بقى. اول ما بدا يغلي حطيت الليمون. جميل. شايفين شكل الشربات؟ عصره ليمون. هنبص بصة كده عشان خاطر او ممكن بدأ. يا شيف عشان في ناس ما بتعرفش تحسب باللتر يعني, مثلا كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه او 4 كوبايات سكر عليهم كوبايتين ميه. عشان في ناس ما بتعرفش تحسب بالحاجات دي يعني 4 كوبايات سكر عليهم كوبايتين ميه. يعني لو حطينا كيلو من السكر يبقى لازم 0.5 لتر من الميه. ده موجود اهو في الكوبايه وفي المليمتر. لحظه, في حاجات كتير جدا عندنا لو احنا فتحنا كده نجيب اي حاجه. كله فيه بقى دلوقتي كل الاجهزه الموجوده عندنا. لو مثلا على خلاط على نحسب الميه في ده. انا بصي بوريكي اي حاجه موجود عندنا هنا برضو بالكب وبالمليمتر. تمام اهو يا محمود, عندنا هنا بالكب وبالمليمتر. كل اي جهاز دلوقتي بقى بيطلع معانا بيبقى فيه بقى يعملوا الحكايه دي مؤشر. عشان خاطر الناس بقت عندها ايه, كان عندها صعوبه ان هي تحصل على حاجات زي الكبات دي. لكن دلوقتي بقت موجوده في كل الاجهزه وفي كل الاماكن. يعني مش شرط ان احنا نجيب خالص. الكب ده ممكن نستخدمه خالص. في الخلاط في خالص. اي حاجه موجوده في يعني. انا بس مستني كمان ثواني اهو. بدا يلون معانا اهو عشان نسقيه بالشربات ونطلعه. هنجيب الطبق عشان نغرف ونسقي على طول وهو سخن. وبالهنا والشفا. انا عايز اقول لك بس ان انت منورانا النهارده. ربنا يخليك يا بجد والله. هو حد
عندك معلومات كويسه قوي وعندك حضور كمان. ربنا يخليك. ميرسي. اهم حاجه الاكل عجبك؟ اكيد. عايزه بقى اهني صاحباتي الاقباط بالعيد بمناسبه الاعياد يعني. اه قولي لهم اتفضلي. فين الكاميرا؟ اي كاميرا تعجبك. اي كاميرا اي كاميرا. عايزه اهنيكم بقى بالعيد وكل سنه وانتم طيبين ويا رب عيد سعيد عليكم جميعا وعلى مصر كلها باذن الله يعني ان شاء الله. احنا بس عشان مستعجلين شويه. اه عشان بس ايه. انا بحب في حضرتك كمان الدعوه اللي يعني دعوه الحب والتسامح اللي انت بتقولها في اخر الحلقه. والله يعني يا ريت الناس كلها تعمل بيها فعلا. والله يعني. اتمنى دايما كل الناس تحب بعض لان فعلا مفيش حاجه بتحصل من غير حب. حقيقة. يعني في البدايه انا كنت بقول لك ان المطبخ قبل ما تخشيه لازم يكون حب. صح. فعشان كده ونحب بلدنا كمان. عشان طبعا الحب طبعا للبلد، حب للاديان، حب للوطن، حب للاولاد، حب للجيران، حب لكل حاجه حلوه في الدنيا. انا طبعا عايز اقول لكم ان وقتنا انتهى بس احنا طبعا كنا سعداء بمدام دعاء. ميرسي. ربنا يخليك. الله يخليكي. ده شكل الجلاش بالكاستر، يا رب يعجبكم. ان شاء الله نشوفكم بكره على غير في حلقه ان شاء الله هتكون علشان خاطر اللي هيفطر يوم الخميس من اصدقائنا وحبايبنا. ان شاء الله نعمل لهم حاجات بكره مميزه، هنعمل شوربه رائعه وهنعمل كمان نوع من الفليه اسمه فليه على ترك. زي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض، اشوفكم ان شاء الله بكره على خير والسلام عليكم.